الليله يوم 17 قوة الفول مارشال الجنرال العقيد حسين برشم عبوده والعفش ده اليوم يا جماعه ماشي لمنطقه اكس. قوات الجنرال حسين برشم عبوده متجهه لمنطقه اكس، منطقه اكس. ابشر يا صاحبي، ابشر ابشر بالخير، ابشر ابشر بالخير، ابشر. سعادتك سعادة العقيد، سعادة العقيد، سعادة العقيد، سعادة العقيد، الله اكبر، ابشروا بالخير. الجنرال حسين برشم عبوده ليلة يوم سبعة والتحية للسيد الغايد وغايد ثاني، والتحية لقادات ميدانين وضباط الصف. احنا يعني رسالتنا لناس النهود والله من اقول لهم الراكب الجبل ما بقى اضطراب ودو قروا دي جات خلاص قروا لما دي والله تعالى لا في وحل ولا في تاني شنو شغل بقرانا مو والله راجمكم بفرق الصبر وقروا جقت بعد ان شاء الله نحن كن ابوتونا كندرتونا بين الله معكم ابوتونا بين الله معكم. الله وشايله جاهزيه ماشي ساكت ما حنخليها لانه الان وضع عمليات. الله اكبر. اي ذول لقينا شادي عربيه كروزر وشايله براميل حقت بنزين والله لا بنعرف قائدك لا بنعرف شيطان رجيم والله. ما في كلام، ما في كلام، ما في كلام، ما في كلام، ما في كلام. ارمي قدام والله، ارمي قدام والله، ارمي قدام. يا جماعة عفش ثقيل منطقة البيجة. جاهزين جاهزين عفش راقد بل دقيق هاي انت هناك جاهزين 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 يا طق جاهزين يا طق عفش ثقيل جاهزين يا طق يا موت ثقيل والله ورا ما عليك انت والله ورا عدم عمك يا طق طق يا طق جاهزين يا عم طق نظيف طق نظيف ما في كلام ما في كلام تمام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام اثنين بس والله شو هذا والنظر اثنين بس
ها جاهزين؟ جاهزين. جوا؟ جوا. اي حاجه جوا؟ لين بس؟ جوا. بتاعت العقيد حسين برشم عبوده المجموعه الخاصه 104 ومتجهه لمنطقه اكس. الله اكبر. محددين المكان وجاهزين وعفش تقيل وبادرون على المعارك والصلاة. الله اكبر. ولقد تدبرنا الامور جميعها وحشدنا كل الضوء في وجه الظلام ولنا مطالب لن نعود بدونها وجميعنا يقوى على حمل الحسام وطني بهذا الشعر أبأنا الشوارع والحرب قد بدأت وأولها الكلام ونموت يا وطني كي تحيا كريما مثلما الأوطان يا هذا المجيد ليس من طمع مصادم يا حبيب ليس من أجل الذي قتل الوزي فنريد لشعبنا الميمون دوما.